من أهم الأعمال الدرامية الضخمة اللي اتعملت السنة اللي فاتت كان الحشاشين. تم إنتاج طبعا هذا المسلسل خلال السنين الأخيرة، طبعا كان مهم جدا واستكمل نجاحه. أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي التابع لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بدء العمل على فيلم وثائقي بعنوان ما وراء الحشاشين، واللي هيكون بمثابة وثيقة مهمة جدا بترصد رحلة صناعة مسلسل الحشاشين، واللي حقق نجاح كبير جدا خلال موسم رمضان 2024. أنا كنت بتابعه بشغف وبحب جداً. صحيح. كل يوم صحيح، لأنه فيه تفاصيل كتيرة ومختلفة جداً جداً. الفيلم الوثائقي ده جاي كاستجابة للطلب الكبير من الجمهور لمعرفة كواليس وتفاصيل إنتاج المسلسل اللي لاقى إعجاب نقاد، وكمان عن تفاصيل وكواليس ما وراء الحشاشين هنعرف أكتر من شريف سعيد رئيس القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. صباح الخير معانا. صباح النور وصباح الخير على كل المشاهدين الأعزاء. يا أهلاً بيك، صباح الخير. في البداية عايزين نعرف منكم كده إيه اللي دفعك أو دفع كمان لوثائقية أنها تنتج أو فيلم وثائقي عن كواليس مسلسل الحشاشين بالتحديد، وإيه الأهداف الرئيسية كمان من إنتاج هذا الفيلم؟ هو الحقيقة في إطار معركة صناعة الوعي كان مهم جدا إن إحنا بعد ردة الفعل الجماهيرية الواسعة اللي صاحبت عرض مسلسل حشاشين لأول مرة في رمضان 2024، كان مهم جدا ان احنا نرصد مراحل صناعة المسلسل ده كتطور نوعي في الدراما التاريخية في مصر في السنوات الأخيرة. العمل بيرصد زي ما ذكرته مراحل وكواليس صناعة المسلسل ومدى المزج بين الواقع والواقع التاريخي والخيال بما يستلزمه الصناعة الدرامية. كمان مش بس بنرصد الكواليس، احنا كمان بنلقي مزيد من الضوء الوثائقي على شخصية حسن الصباح وجماعة الحشاشين وأثرها في كل الجماعات الإرهابية والمتطرفة اللي ظهرت بعد ذلك وصولا إلى اللحظة الآنية. صحيح. فالعمل المشاهد وإن شاء الله وهو بيتفرج عليه هيشوف مراحل الصناعة وكواليسها اللي تمت على مدار تقريبا عامين، هيعرف المزيد من التوثيق حول شخصية حسن الصباح. اللي ما شافش المسلسل هيلاقي نفسه مدفوع لمشاهدة المسلسل، واللي شاف المسلسل هيلاقي نفسه بيغوص أكثر في تفاصيل وتوثيق ومعلومات أخذها أكثر عن جماعة الحشاشين من خلال خبراء ومتخصصين ونقاد وزملاء داخل الشركة المتحدة وضيوف عرب من عواصم عربية مختلفة. فإن شاء الله بنسعى جاهدين إن احنا نقدم عمل وثائقي يليق بالمشاهد المصري والعربي إن شاء الله، ويليق بالقناة كمان، قناة الوثائقية. أستاذ شريف، في جزء خاص بالكواليس زي ما حضرتك ذكرته، ده أكيد هنعتمد على الكواليس بتاعة المسلسل، أما الجزء الخاص بحسن الصباح أكيد احتاج عمليات بحث وتدقيق، إزاي قدرتوا تعملوا ده؟ طبعا زي أي عمل وثائقي في البدء كانت الكلمة التوثيق والبحث هما الأساس في أي عمل وثائقي وأي سلسلة وثائقية. ده طبعا من خلال فرق الإعداد والبحث وما إلى ذلك، أنت دايما بتحضر الشغل يعني بناء على عمليات البحث من خلال كتب ووثائق وجلسات استماع مع مؤرخين، بحيث أن أنت تقدم هذا الموضوع المعقد بعض الشيء بشكل مبسط يوصل لكل مشاهد جميل. هذا العمل الوثائقي. طيب يعني أكيد يمكن حضراتكم بتتكلموا عن الناحية التاريخية والوثائقية الخاصة بحسن الصباح، لكن كتير من المشاهدين أنا وأنا بتفرج مثلا كنت بسأل هو اتصور فين؟ مدة التصوير كانت قد إيه؟ الأماكن دي موجودة فين؟ هل ده هيتم يعني تسليط الضوء عليها من خلال هذا الفيلم الوثائقي؟ طبعا ده هيتم تسليط الضوء عليه، وإحنا كمان يعني مقابلات هذا الفيلم الوثائقي صورت داخل الديكور الأصلي لمسلسل الحشاشين في مدينة الإنتاج الإعلامي. كمان
مهم جدا ان نقول ان هذا العمل هو اهداء لروح زملائنا الراحلين في شركه سينرجي اللي غادرونا جسدا لكن لم يغادرونا فنا ولا جهدا، رحمه الله عليهم اجمعين. رحمه عليهم. اللهم امين. طيب كنا دايما يا استاذ شريف بنسمع كده مقوله الجمهور عايز كده. واعتقد انه هذا المسلسل وقيامكم بانتاج فيلم عن كواليس هذا المسلسل ومزيد من التفاصيل عن حياه الحشاشين، اعتقد انه ده خط مختلف تماما. ازاي شايف ده ممكن يكون ليه تاثير كبير جدا على اننا نرجع لهذا النوع من الدراما مره تانية؟ مساله الجمهور عايز كده دي احيانا بتبقى معادلات عند بعض المنتجين خصوصا في السينما والدراما. وانت بتقدم اعمال وثائقيه الموضوع بيبقى مختلف شويه بطبيعه العمل الوثائقي. انت التحدي الاكبر بالنسبه لك وانت بتعمل اي عمل وثائقي ازاي هستحوذ على انتباه المشاهد، ازاي هخلي هذه الوجبه البحثيه الوثائقيه اخاذه أول وتاني وتالت قاعدة. دايما بقول كيف سأستحوذ على انتباه المشاهد، كيف سأقدم عمل صحيح يبان من الوهلة الأولى إن هو معقد إنما هو هيبقى مناسب لكثيرين من المشاهدين. هو ده التحدي الأكبر. صحيح. هو ده الهدف يا فندم. بالضبط كده. تجربة ان احنا نعمل فيلم وثائقي عن مسلسل نجح كبير جدا في رمضان اللي فات تجربة فريدة من نوعها، الفكرة دي جات لكم ازاي؟ هي الحقيقة ان هو ده من القوالب المعمول بها في الاعمال الوثائقية، بمعنى في النهاية المسلسل هو عمل زيه زي الفيلم السينمائي، زيه زي القصة القصيرة، زيه زي الرواية. بمعنى أنا ممكن أعمل مثلا فيلم وثائقي عن رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ الأديب الكبير والزخم اللي صاحبها والمنع ثم النشر و و و و ما ينطبق على ما على أنا بضرب على سبيل المثال للحصر، ما ينطبق على رواية قد ينطبق على فيلم سينمائي، قد ينطبق على مسلسل، قد ينطبق على حدث. في النهاية انت هتقدمي ده ازاي؟ طب هل يا ترى كمان احنا هنبدا مثلا من خلال هذا الفيلم ان يكون في سر من اسرار الحشاشين، سر لم يذكر او معلومه لم تذكر في المسلسل هيتم تناقلها وتداولها في الفيلم الوثائقي عن الحشاشين؟ ده طبيعة العمل الوثائقي. الذي يقدم عبر الدراما قد لا يكون متاح تقديمه عبر الوثائقي والعكس صحيح. في النهاية المساحة الدرامية بتدي يعني محدودة. بتمتزج ما يستلزمه الصناعة الدرامية. المساحة عندي في العمل الوثائقي بتبقى متاحة أكتر لتقديم ما قد لا يتسع لي العمل الدرامي. فدايما لكل فورمات ولكل قالب ميزاته، فما يقدم في الدراما قد لا يمكن عمله في الوثائقي، وما يقدم في الوثائقي قد لا تتاح له الدراما قد لا تتيح له الدراما مساحة كافية وهكذا. فدي طبيعة الأعمال. عظيم. كل الشكر ليك يا الأستاذ شريف سعيد رئيس القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. شكرا جزيلا ليك.